منتابع مشاهدينا فقراتنا بهلأ وقتها. رح نتعرف على منصة اسمها حرفيون، طبعا بتعني كل الناس يلي بتهتم بالحرف، كل الناس اللي بتحب تدعم الحرف، وكل الناس اللي بتحب تربي ولادها على هالموضوع الحضاري الثقافي التاريخي يلي هو من تقاليدنا. مشان هيك اليوم عم نضوي على هالمنصة اللي هي بتدعي كل الحرفيين انه ينضموا لها، وبتدعم الحرفيين يلي كمان عبالهم يكون عندهم مجال اوسع وافق اكبر لحتى يقدروا ينتشروا ويتواصلوا. بيصيرنا استقبل بهالفقرة نضال العياش ناشط اجتماعي. اهلا وسهلا فيك نضال، والفنانه التشكيليه زاهره العياش اللي كمان حضرتك من صلب هالمنصه. اول شيء نضال، هيك خلينا نعرف الناس على منصه حرفيون، خصوصا بايامنا اليوم يعني بطلنا نحكي كثير عن الحرف، بنشتاق نعرف اكثر عن الحرف. نعم، صباح اليوم صباح مليان اهلا وسهلا امل تفاؤل حب ونشاط. صباح الجديد صباحك مليان اهلا وسهلا فيكم وامل. صباح كل مشاهدين شاشه جديد. نحن بالسنه 2000 بس تخرجنا مثلنا مثل اغلبيه الشباب اللبناني، سافرنا. بهالفتره كنا على طول على تواصل مع جمعيات الشباب والصبايا الناشطين اجتماعيا، ونقدر نساعد حسب امكانياتنا الماديه. نعم. بس لسنة 2020 بس اجت الأزمة الاقتصادية اللبنانية وجائحة كورونا، اضطرينا انه نرجع على لبنان. بس رجعنا على لبنان لقينا انه مثل ما بتعرف الوضع كان صعب على الكل. مبادرة فردية أسسنا صندوق نقدر ندعم فيه، صندوق إنساني نقدر ندعم فيه الاحتياجات اللي عندهم حاجة للدواء، اللي عندهم حاجة لعمليات. قدرنا بهالفترة خلال سنة سنة ونص نساعد كتير. بس مثل ما بتعرفي وضع المغتربين كمان صار صعب، وصار انه صعب عليهم يقدروا يدعموا مثل قبل. فنحن هون سألنا حالنا سؤال، كيف نحن قادرين نعمل نشاط نقدر نحن كلبنانية اللي موجودين هون نتضامن كلنا سوا مع بعض نعمل عمل إنساني مستدام. من هون اجت مشروع حرفيون، منصة حرفيون اللي هي أساسها هي دعم المساعدات الإنسانية. نعم، حلو. هالمنصة يلي حضرتك وحدة منها كفنانة تشكيلية زاهرة، قديه بتضم فنانين؟ قديه بيعرفوا عنا ناس؟ الهدف القريب اللي حكي عنه نضال كمان أكيد في هدف أبعد لهالمنصة. مثل ما بتعرفي حضرتك إحنا أساس شغلنا أو هالفكرة اللي طلعت معنا هو إنساني بحت. بس مثل ما تفضل نضال أن بدك تضلي مستمرة، ما فيك توصل لمحل وتوقف. صح. نحن عندنا هلا حوالي 2000، في منا 265 هول الاكثر شيء بتفاعلوا معنا وبلشوا ينزلوا اشغالهم معنا ودعمونا يعني بكذا جهه بصراحه. ففعليا في 100 منهم كثير ناشطين معنا. حلو. وهلا يعني مثلا خليني اقول في ناس بتشتغل هالنوع من الحرف، هلا بنسمي شو هي تقريبا الاكثر وجودا على هالمنصه، كيف فيهم يتواصلوا معكم لحتى يكونوا كمان من المشتركين؟ شوف نحن عملنا جولات وعملنا سيرش بكل المناطق اللبنانيه تنستقطب اكبر عدد ويكون كمان عندهم الموهبه. اهم شيء يكون في موهبه وتكون متميزه. الاتقان بالعمل ضروري بالعمل الحرفي، ونحن اللبناني مبدع وتراثنا الفني بكل التوجهات غني الحمد لله. نعم. الاستمراريه مطلوبه، وصراحه لقينا دعم من الكل وقبول ترحيب لهي الفكره اللي طرحناها. قد ايه في ومين هن هالحرفيين؟ يعني خلينا هيك نعدد النشاطات الفنيه. نعم، هلا اول شيء في عندنا مجموعه لا باس من الفنانين التشكيليين. نعم. اللي هن تقريبا في عندنا اكثر من 300 لوحه فنيه من مختلف المناطق اللبنانيه، فنانين من مختلف المناطق اللبنانيه. بنرجع بنجي اكيد للارتيزانه اللي بيعملوا شغل يدوي، بيعملوا مناديل، بيعملوا تطريز،
بيعملوا مثلا هلا موسم صيف بيعملوا شنط للبحر، بيعملوا برنايتا كمان قش، كمان في الفخار، في عنا مجموعة قليلة من الفخار، لأن مثل ما بتعرف إنه الفخار صار من الـ من الـ الأشغال اليدوية اللي بلشت تنقرض للأسف. للأسف. فنحن عم نحاول نفتش على هودي الأشخاص ونشوف كيف نحن قادرين نحط إيدنا بإيدهم وندعمهم كرمال هن يقدروا ضمن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة يقدروا يقلعوا ويقدروا يعملوا مدخول إضافي لهم. صح. زهيرة قديش عندك حتى لوحات على هالمنصة؟ حالياً أنا 18 لوحة هودي المنجزين، بس كمان الوضع الاقتصادي بيحكمنا، عم نحاول إنه نعمل شيء يكون بتناول الجميع. وأكثر شيء عم نركز على الهوم ديكوريشن بالنسبة للوحات الموجودة، لأنه هاي أكثر شغلة مطلوبة حالياً. وأهم شيء نحن عم نركز على الحرف، لأنه تراثنا غني وما لازم يعني من ناحية الفخار تنقرض. في كتير شغلات حتى هلأ دارج الرزين، يعني في عنا تنوع، نحن كتير غني بمجالنا الفني، وحتى عبر المنصة اللي عملناها كمان لحتى يكون يضل في فعالية ونكون عم نواكب العصر. قديش في ناس بتطلب الحرف؟ يعني عم بتلاحظوا انه يعني نحن مثلا بنقول بعض الحرف عم تنقرض للاسف، في قصص كثير حلوه لازم تضلها موجوده نتوارثها جيل بعد جيل، في اقبال على هالنوع من الحرف اليدويه؟ شوفي ست ماجي، نحن تواصلنا كثير مع جمعيات خيريه، جمعيات الخيريه كمان اللي داعمه للحرف واستمراريتها. الناس عم بتحاول تساعد حالها وتساند، نحن اللبنانيين متكاتفين مع بعض بطبيعة الحال، يعني في إقبال كتير، وخصوصا مع بهالعصر السوشيال ميديا، حتى من ناحية أطفالنا نحن عم نخاطب كمان الجيل الجديد والتين ايجرز إنه استغلوا وقتكم ليكون مثمر. الحرف شغلة كتير حلوة، بتنمي شغلات كتير بالإنسان. صح. ففي اقبال، حتى الاهل عم بيشجعوا اولادهم، وكانوا هن اكثر حدا مساند لنا انه حلو يكون في استثمار غني للوقت. حلو. قد ايه مهم الاهل هون يشجعوا اولادهم مثل ما عم تقول زاهره نضال، انه يفتحوا لهم حتى يعني يستعملوا السوشيال ميديا لاهداف. صحيح. كمان لا. ممكن الولد هون اللي عم يدرس او الطالب الجامعي يطلع معاشه، يطلع. صحيح. يعني مصروفه 100%. نحن كمان من ضمن النشاطات اللي كمان عم نركز عليها هي دورات، يعني سوينا دورات تعليمية تطويرية بمجال الديجيتال ماركتينج. أنا بس رجعت على لبنان ولقيت أنه ضروري نعمل شيء وضروري نكمل الحلقة، يعني هي الحلقة ضروري تكون كاملة. أنا درست ديجيتال ماركتينج وإي كوميرس من جوجل، وقدمنا كمان مجاني دورات تدريبية ووركشوب لعديد من الفنانين والحرفيين كرمال هن يقدروا يطوروا يستعملوا وسائل التواصل. وكمان بتعرف انه الجيل الجديد شوي اقوى من طبعا. يعني يمكن تلاميذ هون كانوا شوي اكبر عمرا 100%. نحن ببعض المراحل حاولنا انه يعتمدوا شوي على اولادهم، لانه شوي المنصه بده يكون عنده معلومات اكثر شوي من الانستغرام والفيسبوك وهودي كله. صحيح. فعملت نتيجه هيدي القصه، بس كمان نحن رحنا ابعد من هيك. نحن اللي سويناه كمان كنا نعمل وركشوب، ناخذ مثل موبايل اوفيس، موبايل ستوديو على مناطق كثير من لبنان رحنا عليها، نحن كمان نساعد الفنان والحرف اللي مش قادر حتى يصور، نصور له منتج ونسلط الضوء بشكل مزبوط، لأن بتعرف باحترافية بدك صور تكون طبعا احترافية مشان تقدر توصل البرودكت بشكل مرتب أكثر. فنحن كل هذه الوركشوب كمان قدمناها مجانا كدعم منا لنقدر نوصل لهدفنا الأساسي الإنساني، واللي هي الاستدامة بعملية مساعدة الأشخاص اللي بحاجة لدواء، بحاجة لعمليات، بحاجة لأي شيء. شو مهم الفن يكون بخدمة الإنسانية؟ يعني هالهدف كتير مهم. نعم.
خصوصا انك عم تحكي هون عم تحكوا سوا عن تربيه جيل لازم يتعلق بالفن بالحرف، يمكن يكون عنده موهبه يهملها لانه مش عارف كيف يسلط الضوء عليها، وخاصه انه كمان رح يستعمل السوشيال ميديا ليقدر يسوق هالموضوع. شغله كتير اساسيه. قديه في اقبال من اعمار صغيره؟ في كتير لاحظناها بمختلف المناطق صراحة، وهلأ نحن بصدد تنسيق مع نقيب الفنانين والحرفيين بلبنان الأستاذ حسن وهبي لنعمل وركشوب ببيروت كمان، ونشوف إن كمان هون انطلاقة بتكون غير المناطق الثانية ضمن بيروت. صحيح. نعم. بحب زيد هون شغلي، نحن كمان مدينا إيدنا لبعد كمان أكتر لنقدر نساعد كمان أكتر، لأن عرفنا وين المشاكل نحن صراحة، بس احتكينا مع الفنانين والحرفيين عرفنا أكتر وين أكتر مشكلة. إيه مثلا أكتر مشكل اللي هي التسويق، كان التسويق هي من المشاكل الكتير صعبة، لأن التسويق وخاصة ديجيتال ماركتينج بده يكون شخص عنده إلمام قوي ليقدر يسوي. فنحن بالإضافة إنه عملنا عمل تسويق، عملنا دورات تسويق، ونحن المنصة كمان تبعنا بتسوق ومفتوحة لإلهم حتى ببلاش. نحن المنصة عنا فور فري، يعني بيدخلوا المنتجات وبيشتغلوا على المنصة. كمان نحن عملنا تدريب على المنصة، حلو. يعني عملنا ووركشوب حتى هيدي الجاب نقدر نسكرها. نحن كمان في هلأ شغل نحن ونقابة الفنانين والحرفيين اللبنانيين كرمال إلهم كمان صفحة خصوصي لإلهم هتكون، يعني هن بدهم يكونوا أشخاص فعالين، يعني فعالين صفحة خصوصي لإلهم بتبين نشاطاتهم، بتبين المشن تبعهم، بتبين نعمل فولو أب شو النشاطات اللي لإلهم، خلقين لهم بلوج لإلهم خصوصي كرمال يقدروا دعم لهم. بدك تضيفي شيء؟ بدي اضيف شيء، انه احنا كمان عملنا تواصل مباشر مع الفنان، يعني حتى اللي بحب يكون ياخذ شيء من عندنا يتعامل معنا بعد لوحاته او ياخذ شيء من عندنا يكون في كمان تواصل مباشر مع الفنان، ممكن حدا له طلب خاص في اي اضافه، لانه هي كمان بتواجهنا احيانا الفنان. انا بعرف من حالي انه كنت انسال حدا عنده موضوع او قصه شيء بحياته معين يحب انه يوثقه بلوحه، هاي كمان بتصير كتير مهم، يعني هون الإضاءة على الفنان على شغله على الحرف على هيك خلق مواهب جديدة. صحيح. فرص تسويقية جديدة كتير مهم المنصة. صحيح. لأنه مثل ما قلت نضال أنه يمكن هم الفنان الأول هو التسويق، أوكي. أحسنت. هو عنده موهبته قاعد ببيته عنده محترفه، بس بالوضع الحالي التسويق هو شغلة أساسية. صحيح. واليوم أنتوا عم بتمرنوه تيستعمل السوشيال ميديا. نعم. لهيدا. نعم. التسويق. نعم. قدي رح تضيف وجود النقابة معكم كمان على المنصة؟ أكيد. قدي رح يعطيها إذا فيني أقول هيك طابع. صحيح. محترف. صحيح. صراحة نحن كمان على اتصال مباشر مع النقيب أستاذ حسن وهبي، وعم نحاول كمان طرحنا مشروع كامل متكامل بصب أكيد بخانة الأساسية اللي هي دعم وتمكين الفنانين الحرفيين اللبنانيين، بالإضافة أنه يكون في شيء مستدام خصوصي لنقابة الفنانين والحرفيين. هذا المشروع كامل متكامل بس بحاجة لدعم. إذا نتمنى عليكم إذا في مجال هيك شي حلقة خصوصي لهيدا نشرح فيه أكتر عن كيف بيصير مثلا الدعم 100%. كيف بيصير الدعم؟ بعتقد في كتير ناس اليوم رح يهمها الموضوع. صحيح. لأنه هيدا رح تفتح أفاق كتير تفتح كبيرة. أفاق وبعدين يعني جامعين فيها الجيل الجديد اللي عنده مواهب. يعني صراحة مرق علينا كتير حالات في إبداع، في فن، في تراث. نحن هدفنا مش بس نحافظ، هدفنا كمان نفتش عليها ونخلقها وندعمها، لأن في كتير أشخاص أعمارهم بين 13 و14 سنة بيشتغلوا شغل كتير حلو. فهون نحن كمان عم نحاول نلعب دور. بس أكتر شيء يعني هلأ مثلا هذا المشروع اللي سويناه اللي هو تناغم هو عن تناغم الحضارات بيدعم دعم مباشر للفنانين والحرفيين، وكمان بيدعم النقابة الفنانين الحرفيين اللي من خلالها بده يصير عملية يعني الاستدامة هي
يعني على طول يكون النشاط والشغل موجود. وهيدي الاهميه، يعني الأهمية. مش انه معرض بموسم معين وخلص. المنصه معرض دائم لاكتشاف هالمواهب. حكيت عن تناغم الحضارات، يا ريت بتخبرنا شوي عن هالمشروع، مين بيطال؟ هذا المشروع بالاساس اول شيء هو عباره عن تناغم بين الثقافه اللبنانيه واي ثقافه من دوله ثانيه او الدوله اللي حابه تدعم هذا المشروع. نعم. اوكي. بيطال الاساس الفنانين، الفنانين مجموعه من الفنانين الحرفيين اللبنانيه، المواهب الجديده، بيطال نقابه الفنانين الحرفيين، لان من خلالهم بده يصير في المعرض الداي. هذا اللي كنت بدي اساله، قد ايه كمان هالمنصه بتخلق معارض؟ يعني معارض فرديه، معارض مشتركه، بتكتشفوا مواهب كمان بتتسوق بطريقه من خلال المعارض. كلامك مزبوط، لانه اصلا الفنان بيكون مش كل فنان عنده الامكانيات الماديه. صح. هي المنصه بحد ذاتها كونها عم تسمح بمشاركه كل حدا بحب هيدا المجال او عنده انتاجيه فيه تتسوق، يعني بدنا مردود مادي. بس كمان المشروع اللي عم نحكي عنه نحن، في عنا بعد وافق له اكثر، لما بيكون انت عم تحكي بشيء عالمي فانت كمان عم تدعمي بلدك بالاساس، لما بتساهمي توصل حضارتك لاماكن ثانيه. واللبناني غني عن التعريف بصراحه، شيء كثير مهم يلي عم تعملوه عن جد، بنشد ايدنا على ايدكم. نتمنى لكم كل التوفيق بهالمنصه، بدعي كل الناس يلي اهتمت ويمكن ما قدرنا لضيق الوقت نحكي اكثر، بيقدروا يتواصلوا معكم عبر المنصه اسمها حرفيون.com. كل وسائل الاتصال موجودة على المنصة. إذا بيحبوا يسألوا أكثر، إذا عندهم مواهب، إذا حابين يدعموا المواهب، إذا حابين يعرضوا، في رقم تليفون ممكن تواصل. 8130 9299. نعم. شكرا، أهلا وسهلا فيك رانيا ونضال. شكرا لكم. يعني بنتمنى من كل قلبنا أنه يضل هالنشاط مستمر توصلوا للهدف الأساسي، مثل ما ذكرته أكثر من مرة نضال، هو الاستدامة بهالموضوع. هيدا شيء بده استمرارية، بده دعم مستمر. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا.